لمناقشة انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين وتهديدات مسيرة الأعلام ودعوات الفلسطينيين لحماية المسجد الأقصى المبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني مؤمن مقداد. أستاذ مؤمن، مرحبا بكم. يعني بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية، دعوات بشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، هنا في هذا الظرف حاليا كيف تقرأ عودة الاحتلال لتسيير مسيرة الأعلام من جديد، رغم أنها كانت سبب عملية سيف القدس الأخيرة؟ صحيح، أسعد الله مساءكم. هذا الأمر حسب التحليلات وحسب ما يرد في إعلام الاحتلال أيضا وفي الأوساط وجميع من يقرأ هذه الصورة، يرى بالفعل أن الوضع السياسي الداخلي لدى الكيان الصهيوني ولدى حكومة الاحتلال الجديدة أو العراق السياسي هو سبب يعني أساسي في مثل هذا الحدث. أي الاحتلال أو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعني يوشك يعني أو يعني على في أيامه الأخيرة من حياته السياسية، خاصة على صعيد يعني رأسي حكومة يمين منذ يعني حوالي 12 عام، حاول أو اجتمع قبل عدة أيام مع أحزاب اليمين ونشطاء ومنظمات يمينية، وأيضا من وراء الستار حاول يعني دس هؤلاء المنظمات الصهيونية حتى يعني تجدد دعواتها لمثل هذه المسيرة التي يعني كانت بالفعل سببا قبل أقل من شهر في يعني اندلاع موجة أو اندلاع تصعيد كبير شمل المنطقة بأكملها. وبالتالي لا يرى الاحتلال أو لا يرى حتى جميع المحللين وجميع الناظرين بمثل هذه الفكرة، سوى أن هناك يعني محاولة للتأجيج وتصفية حسابات في داخل الكيان الصهيوني بهدف يعني عرقل تشكيل حكومة جديدة أو يعني تعطيل الأمر على يائير لبيد ونفتالي بنت وهذا الصراع الدائر داخل الاحتلال. أستاذ مؤمن، بمناسبة الحديث عن التصعيد الذي حصل في أيار الماضي، هذه المسيرة يعني يراها مراقبون استفزازية، ولكن هنا إلى أي مدى يمكن أن تكون شرارة لمواجهات جديدة مرتقبة؟ صحيح، يمكن ربط هذا الأمر بعدة أمور. بالأمس رئيس أو زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يعني صرح بشكل صريح جدا خلال مؤتمر صحفي وقال أن أي مساس جديد في القدس أو أي يعني استفزازات جديدة من طرف الاحتلال معنى بذلك إشعال المنطقة. أيضا قبل قليل أو هناك يعني دعوات من عدة حركات في فلسطينية وأيضا للمقدسيين في الداخل بأن مثل هذا الاستفزاز يعني إشعال جديد للوضع، وبالتالي هناك حالة من الاستنفار لدى السكان منطقة القدس في الضفة الغربية لمثل هذا اليوم، حتى يعني تكون مواجهة ضد هؤلاء المستوطنين الذين يعني ينوون إلى يعني خلق استفزازات والسير بمسيرات استفزازية في مناطق وفي الحي الإسلامي وفي منطقة باب العمود وأحياء المسجد الأقصى. هذا الأمر أيضا قبل قليل حتى حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة أيضا وجهت دعوات مماثلة مثل هذا الأمر، وبالتالي معنى أو يعني هذه التهديدات وهذه يعني البيانات والحشودات من طرف. نعم أستاذ مؤمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مؤمن مقداد الصحفي الفلسطيني، حدثنا من غزة، شكرا جزيلا لكم.